سلام عليكم. نستكمل أحداثنا ونشوف بأنه شخصية فيني سوى حركة تطلع فيها شخصية أودن واللي علم إياها منسق السباق. لو تذكر أول منسق السباق كان بيوري شخصية فيني حركة، هذه الحركة راح تكون سلاح جدا فتاك للنوابق، لكن فجأة قطعوا هذه الحركة وشفنا شخصية فيني وهو منصدم. في الوقت الحالي راح نشوف كيف طريقة هذه الحركة حاليا، وهو بأنه جالس يعلمه عن كيف يحاول يمد عضلاته ومفاصله بالقوة بإيقاع مناسب، وبأنه لو تعلم هذا الشيء بالطريقة الصح وبالإيقاع المناسب راح تكون سلاح فتاك للنوابغ. وزي ما انتم شايفين في الوقت الحالي قاعد يسوي نفس الأمور اللي قال له إياها منسق السباق، من ناحية أنه هو قاعد يخلي عضلاته ومفاصله على إيقاع مناسب، وهذا الشيء أظهر لنا القوة العظيمة زي ما انتم شايفين صورة أودي. بؤبؤة العين حقت شخصية فيني قاعد توريك المسافة اللي ما بينه وما بين شخصية جي، وانه هو كل شوية قاعد ياخذ مسافة قريبة لحد زي ما انتم شايفين قدر يتجاوزه. وزي ما انتم شايفين نشوف صدمة الكل بهذا الأسلوب الجديد والمرعب، والصدمة الكبرى نشوف بانه نجمنا الصاعد جي يخسر السباق على يد شخصية فيني. هذا غاب انه منسق السباق كان يتمنى من عم جي واللي هو ماهون جو يكون متواجد عشان يشوف ولد اخوه وهو ينهزم. بعدها نشوف شخصية جي ونشوف الصدمة اللي بوجهه عن الفارق المرعب اللي ما بينه وما بين شخصية فيني، وهذا اصلا اللي قال له يا شخصية وين بانه ها كيف شخصية فيني يتطور، شايف كيف يتدرب كل شوية، مو زيك تقعد تطبخ مع اخوك في النهاية حضرتك جاي جاعص شايف نفسك ضامن الفوز. ترى هذا سباقات شوارع غير شرعية، ترى المؤلف مو معاك لكنك تعرف القوانين اللي راح نسويها حاليا فيك، وان انت حضرتك تجيب الدراجة الرديئة حقك هذه عشان نكسرها ببث مباشر الكل راح يشوف. وزي ما انتم شايفين قاعدين يسلطوا الضوء على دراجة شخصية جيم من ناحية انه كيف هذه الدراجة الرديئة قاعد يعني تهزم المتسابقين بطريقة متوحشة، حاجة مرة عجيبة من ناحية انه هذه الدراجة القديمة والرديئة واللي اخذها شخصية جي من عمه من ايام زمان من يوم ما هو صغير وهو قاعد يجلد فيها في المتسابقين في المسابقة ولا في المسابقة حق الشوارع. وبعدها زي ما انتم شايفين جات اللحظة اللي مرة محزنة، باننا نشوف دراجة جي اللي خاف فيها نزالات كثيرة واللي نهائيا ما استغنى عنها في اي نزال، نشوفها وهي تتكسر بالمطرقة. هذا الشيء خلاه يتذكر أول مرة أخذ فيها الدراجة واللي كان في عيد ميلاده من شخص بصراحة غامض، احتمال أنه هو يكون أبوه أو صاحب أبوه، وهذا الشخص قال له بأنه هذه الدراجة حقت عمك كانت وهذه بعطيك إياها في عيد ميلادك. وزي ما أنتم شايفين تعلق شخصية جي بهذه الدراجة، ما يحتاج أن أقول لكم قد إيش العلاقة اللي ما بين شخصية جي وما بين هذه الدراجة، خالط فيها حاجات ومغامرات جدا قوية لحد الأحداث الحالية. على الرغم أنهم قالوا له غير الدراجة حقك أكثر من مرة، لكن هو ما يقدر يستغنى على هذه الدراجة ويشوف بأنه هو يقدر يهزم أي متسابق فيها. لكن وللأسف في الوقت الحالي زي ما أنتم شايفين تحولت لكومة زبالة. بعدها شخصية جاي قاعد يقول أنه هو لحد الآن وفي النهاية ما قدر يحمي أو يساعد أي أحد، ما قدر يساعد صاحبه مينو من ناحية لما السيارة صدمته وهذا الشيء خلاه مشلول، وما قدر يساعد شخصية فيني من ناحية انه هو راح عن طريق الضالين لكن ما قدر يسحبه عن طريق الصالحين، وفي النهاية ما قدر يحمي اعز حاجة يمتلكها واللي هي دراجة عمه. بعدها زي ما انتم شايفين نشوف انه شخصية وين قاعد يستفز شخصية جي من ناحية وش شعوره بالهزيمة وش شعوره من ناحية انه الدراجة اللي يحبها تتكسر قدامه. وبعدها والشيء الصادم قاعدين نشوف بانه شخصية فيني قاعد يضحك ضحكة مكراء، ضحكة اشرار قاعد يضحك حرفيا. اكيد الكل قاعد يقول انه دحان شخصية فيني قلب عائلة مش شرير ودحان بيروح عند المختبر عشان يكمل ابحاث الشريرة. لا، شخصية فيني شخص طبيعي زيي وزيك بالضبط، لما نهزم شخص يكون هو المثال الاعلى من ناحية ركوب الدراجة شيء طبيعي مرة حننبسط من هذا الشيء. خليني اعطيك مثال، مثلا انت قاعد تتحدى مع صاحبك في المدرسة بانه انت راح تاخذ المركز الاول عليه، لانه انت كل شوية تاخذ المركز الثاني وصاحبك ما هو مخلي لك مجال انه انت تاخذ المركز الاول لانه هو ما شاء الله مرة شاطر. فجأة ويوم من الايام ربنا وفقك ما شاء الله قاعد تذاكر كثير واخذت المركز الاول وهو اخذ المركز الثاني.
حتشوف صاحبك وهو زعلان ومنصدم، وحتشوف وضعه نفس وضعية شخصية جي وهو منصدم حاليا. خلينا نكون صريحين مع بعض، هل انت حتزعل عشان اخذت المركز الاول بعد ما اجتهدت ويعني وصلت عند مستوى يعني طرحت فيه شخص مرة كان ما شاء الله شاطر يحطك عند المركز الثاني كل شوية، لكن في الوقت الحالي انت بابداعك اخذت المركز الاول عليه؟ في الوقت الحالي هذا الشخص الفنان الخطير هو هزمه وشافه كذا منصدم وزعلان، مرة بفرح لانه مثل الاعلى قدرت افوز عليه واهينه. فما حلم شخصية فيني لو ضحك وكمان طلع لسانه وهو يضحك، لأنه حرفيا سوى إنجاز، اتدرب تعب اجتهد، ما أخذ لا جرعات ولا أخذ مرشات ولا أي حاجة، باجتهاده وبإبداعه بمهاراته قدر يفوز على شخصية جي، يعني مباراة عادلة. اللوم يكون على شخصية جي لأنه هو استهان على شخصية فيني، ما قام اتدرب، ما قام أخذ من مسؤولية إنه هو لا شخصية فيني شكله مرة حيكون خطير، خليها روح اتدرب تبديل العضلات مع شخصية ماريو. لا نهائيا، بعد ما راح يطبخ راح يتسابق معاه. سلامات يا حبيبي، شخصية جي هو اللي استهان بشخصية فيني، فمعليش مع احترامي للكل شخصية جي هو الغلطان، وهذا الشيء راح يخليه يتعلم ويروح عند شخصية ماريو عشان يقول له خلاص أنا ما بين إيديك، حاول تعلمني تبديل عضلات، تبديل مخي، تبديل أي حاجة، أبغى أهزم شخصية فيني. هيحطه في راسه. بعد العصبية والدراما اللي أنا سويت لكم إياها نكمل أحداثنا ونشوف بأنه في شخص غامض قاعد يصرخ يا فيني يا كلب فينك تعالوا من هذا الكلام. فجأة هذا الشخص زي ما انتم شايفين يطلع هو شخصية دوم وقاعد يقول لشخصية فيني بأنه أنت مرة تماديت، ومن هنا ينتهي الشابتر ومباشرة ننتقل للشابتر اللي بعده. نستكمل أحداثنا ونشوف أنه شخصية فيني قاعد يقول له دوم أنه يا الحبيب المفروض كلامه يكون مع شخصية جي مش معايا، البني آدم بغروره هذا شاف أنه هو يقدر يتحداني، حضرته جاي من المطبخ وجاي لعندي على أساس ينزل لي راس براس. أيوة أمسك خويك وروح علمه بأنه المرة الثانية ما يقعد يتساهل ويعتبرني طقطق على راسه. بعدها شخصية دوم قال له وين يا ابن الناس، البني آدم كان قلقان عليك، يعني هو خايف عليك لأنه أنت مرة صاحبه وبيعزك وشافك أنه أنت منحدر لطريق مرة مو كويس، وحب انه هو يساعدك من ناحية انه يجيبك للطريق الصح، لانه حياتك مرة يعني بدأت تأخذها الطريقة متهورة. وزي ما انتم شايفين شخصية فيني اخذ الموضوع بضحكة ماكرة بانه لحد الان مقتنع بانه الكلام هذا اللي قاعد يصير مجرد كلام اهبل، ايش اللي انتم ما شاء الله حضرتكم قاعدين تسووا ذا الشيء عشاني، تستهبلوا علي انتم ولا ايش؟ وبعدها زي ما انتم شايفين شخصية دوم حب فيني على راسه من ناحية انه اليوم راح ينجلد على يده، وزي ما انتم شايفين قاعد يحاول يوصل لشخصية فيني من ناحية انه هو يجلده، لكن فرقة الاشباح قاعد من اول تجي قدامه وهو قاعد يجلدهم يمين ويسار، لحد ما جاء شخصية الجوكر واللي هو واضح انه البوديجارد حق السباق اللي صاير، فقام شخصية دوم قال له شوف يا الحبيب ترى انا يعني مصدع في الوقت الحالي، فحاول تحترم نفسك وتمشي على الجنب لانه الكلام اصلا مو بيني وبينك، الكلام بيني وما بين الحلو ذا اللي شار رحمه. بعدها نتفاجأ بأنه شخصية جاي ينطق بأول جملة من بعد ما انهزم من شخصية فيني من ناحية أنه شخصية دوم خلاص يهجد وخلينا نتكل على الله نرجع يا عم الحارة مدري البيت. بعدها شخصية دوم قال له أوكي خلاص خلينا نروح نرجع الحارة، لكن كمان خلينا نأخذ الدراجة حقك. ولما كان بيأخذ الدراجة شخصية وين قال له وين رايح الحبيب، من ضمن القواعد حق السباق بأنه الدراجة تتكسر وتظل مع الخردة اللي موجودة مع الدراجات الثانية، إذا خويك جاي مو قد الرهانات لا يقعد يدعم عندنا في الحارة ويقعد يراهن بالدراجة حقت عمه. أيوة حاول تصحى لأنه بطلك مو من أبطال الشنن جب الكاتب يكون معاه ويفوزه. بعدها شخصية دوم قال له يا ابن الحلال أصلا أنت اشتبه بالدراجات اللي هي اصلا مكسره، ايش حتقلبها سرير وتنام فوقها ولا ايش السالفه؟ بعدها شخصيه وين قال له شوف يا ابن الحلال احنا ما احنا قاعدين نسوي تحديات القتالات حق اليو اف سي، احنا قاعدين نسوي نزالات دراجات، فلو انت تبى الدراجه حقت خويك اتراهم معانا بسباق دراجات وابشر. فقام شخصيه دوم قال بانه خلاص انا بلعب بقوانينكم، لو انا فزت انا باخذ الدراجه حقت شخصيه جي، ولو انتوا فزتوا علي خذوا الدراجه حقي وكسروها وحطوها مع الخرده مع اخوانها. وبعدها زي ما انتم شايفين الرهان كان جدا مغري لشخصيه وين، وهذا خلاه يوافق مباشره. بعدها نشوف انه فرقه الاشباح مش عاجبهم الكلام اللي قاعد يسويه شخصيه وين من ناحيه انه انت مين بالضبط عشان تقعد تتحكم بالفريق حقنا، ايوه يعني انت مين بالضبط، انت ما انت معانا عشان تقعد تحدد رهان ولا تحط قوانين ولا تقعد تكسر، انت مالك صلاح في الموضوع لانه انت اصلا ما انت بفريقنا. لكن بعدها نشوف انه صاحب شخصيه شوي قال خلاص انا حباري شخصيه دوم، لكن بعدها نتفاجأ بانه شخصيه الجوكر قال لا يا ابن الحلال انقلع انت انا راح اتبارى مع شخصيه دوم. فقام زي ما انتم شايفين قاعدين يتضاربوا مع بعض من ناحيه انه انا بتسابق مع دوم لا انا بتسابق مع دوم، فقام شخصية دوم قال وقف لعب البزورة وتعال انتوا الاثنين
أنا بتسابق معاكم ما عندي مشكلة. بعدها شخصية وين قال أوكي خلاص تم السباق، اثنين حيكون ضد واحد. لكن بعدها شخصية الجوكر قال يا ابن الحلال هذا الثعبان خربها، إيش بو قاعد يوافق على اثنين ضد واحد، خلاص كنسل الموضوع أنا ما حتسابق مع شخصية دوم. وبعدها نتفاجأ بأنه شخصية وين قال لشخصية الجوكر جملة واحدة بس، قال له افعلها. وزي ما انتم شايفين نشوف الخوف عند شخصية الجوكر وهو ساكت قام ينفذ القرار حق شخصية وين. وهذا الموضوع ذكرنا من ناحية انه شخصية فيني ما يعجب القرارات حق شخصية ريو، لكن كل شوية يجيب سالفة امه، وهذا الشيء يعني يجبر نفسه انه هو يسويه. الموضوع فيه تشابه ما بين الشخصيتين. بعدها شخصية جاي قاعد يقول له دوم خلاص ابن الحلال سيب الدراجة اصلنا كومة خردة، لكن شخصية دوم قال له يا ابن الحلال وقسم دراجتك راح ترجع، يعني راح ترجع خلاص خلي الموضوع عليا وروح اتكل ارتاح هناك. بعدها زي ما انتم شايفين جالسين نشوف انه شخصية مينو جالس يدق من اول على شخصية دوم، لكن جواله كان بالجاكيت ينفسخ عشان بيتضارب، وهذا خلاه زي ما انتم شايفين يعجل بالسواق قبل ما تحصل كارثة كبيرة. وزي ما انتم شايفين على وشك بانه يبتدأ سباق قوي ثاني، وفجاه قلنا الاحداث عند الشخصيات اللي طالت غيبتها واللي هم شخصية نوه وكمان شخصية هاري شبر، وبانه هاري متحمس على النزال اللي راح يصير حاليا واللي راح يخوضه شخصية دوم مع شخصية الجوكر وكمان مع واحد فرقة الأشباح، ومن هنا ينتهي الشابتر. صراحة يا جماعة هذا مو توقع، هذا الشيء راح يصير متأكد فيه كمان، بأنه شخصية دوم راح يفوز وراح يورينا قوة المهولة واللي تعلمها من أبو شيلي، واللي حنعرف أنه هو كان بطل مع عم جي واللي هو ماهون جو، واللي خلى جسمه حرفيا يقلب زي بروسلي، وهذا الشيء راح يخلي شخصية هاري شبر تتفاجأ ويخليه ياكل بروست مع العظم حقه. وبس كده يا جماعه، كده يكون انتهينا من حلقتنا. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفاعل جرس التنبيهات عشان تصلوا كل جديد، وان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه. سلام عليكم.